حياكم الله مستمعينا ومستمعات الفجيرة FM، تغطية مستمرة لمهرجان الفجيرة الدولي للفنون، ومعنا الفنان الكبير والقدير عبد الله الرويشد. نورت الفجيرة وحياك الله. الله يطول عمرك، انا شرف عظيم اني اكون في 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 الفجيرة وفي مهرجان مثل مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، فان شاء الله نقدم وصلة جميلة. وكذلك اشكر اخواني اللي قدموا الأمسية، سواء كان محمد عساف وسواء اخوي خالد الملا، فان شاء الله تكون ليله مميزه باذن الله. تابعوا جديدي على اذاعه الفجيره، انا عبد الله الرويشد، مشكورين.